احنا اليوم الفصيل الاكثر استهدافا من جانب هذا الاحتلال. قرار فتح برفض صفقة القرن، قرار فتح بإنهاء الانقسام. احنا بحركة فتح مؤمنون بالديمقراطية وبالانتخاب وبحرية التعبير عن الرأي. حوارنا مع حركة حماس بالتأكيد هو اللي أسس وشكل أرضية لحالة الوفاق الوطني اللي توجت بقرار إجراء الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية. تمسكنا بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 67 وتحديد مفهوم يقبل به العالم نضاليا في هذه المرحلة هو الطريق للمجتمع الدولي، لإقناع المجتمع الدولي كي يخلق عناصر ضاغطة على هذا الاحتلال. وأنا بقول للجميع، نحن في حركة فاتح يوم الانتخابات راح نوفر مواصلات لكل الفلسطينيين عشان يجوا ينتخبوا، مش ينتخبوا فتح، ينتخبوا مين بدهم، بس يودوا للعالم رسالة انه احنا من خلال هاي الانتخابات بنبني شراكة، احنا من خلال هذه الانتخابات نعبر عن موازين قوة للحالة الوطنية الفلسطينية. ونحن واثقون بانه فتح بعقيدتها، فتح بفهمها راح تفوز. فتح بمدرستها العرفاتية الوطنية الفلسطينية هي اللي راح تهزم كل الامتدادات الخارجية وكل الأموال السياسية. نحن واثقون من الخطوات التي تعيد الاعتبار للوحدة، لحكومة وحدة وطنية. النتيجة ستكون بإذن الله واعدة، أن يكون وطن واحد بقيادة واحدة وبحياة ديمقراطية وبتقديم كل الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني وسن القوانين والتشريعات قياسا بما يقوم به الكنيسة من قوانين جائرة. لابد لهذا المجلس أن يكون له أيضا رؤية سياسية وقوانين تعيد الاعتبار للحالة الفلسطينية.